بيشتغلوا لي ما عندنا اليوم مشكلة صغيرة ما في الامبلان ما عندهم اللي يستقلوا بالجامعة بيرو تكنيكا هو شو بدنا نعمل؟ مش مشكلة مش مفتاح اعطيكي مفتاح السيارة انزلي بتفتحي باب الوراني تبع السيارة بتطبي المقعد اوكي بيطلع بوجهك الصندوق بس ما تفتحي من مين الصندوق بتعلي العلوة بتلاقي الدولاب زيحي هيك قبيه شوي ببين على يمينك في شنطة صغيرة احمليها هيك مثل ما هي واطلعي فيها فيها هونيك اليونيفرسال شو بدك عايزين يمكن دار كمان وما في هون نزلت انت نبشت على اليمين على الشمال في الكتالوجات إيه؟ تحتهم هونيك بتلاقي تارك يونيفرسال بيزبط عليهم كلهم اوكي ميرسي اوكي يلا جيبي لنا تفلون لنحطهم ما في بالفارماسي ما في بالفارماسي في بالسياره انزلي اذا بدك كمان على تاني ما يدير تفلون دكتور شو رايك انه مازال كل الاغراض بالسياره نشتغلها بالسياره ما خلص